أنا السيدة بابوري رحيمة، معروفة باسم سوريا حرم نصعي، مختصة في اللباس التقليدي القسنطيني وخاصة الفتلة والمجبود. عندنا تاني حتى عندنا مختصة تاني في الخياطة الرافعة. شوف الخياطة الرافعة راني نمارس فيها على أصولها، وراني كيما نقولوا راني في الميدان هذا 30 سنة في الميدان هذا. تحصل على الجائزة الوطنية في اللباس التقليدي. أولا كيما نقولوها داخل الوطن تقريبا رحت الولايات كامل، والحمد لله اسمي راهو معروف. خدمت ثاني في خارج الوطن، عندي الكويت، رحت لدبي، الكويت، تونس، يعني دول كثيرة بزاف راني خدمتها. كيما الكراكو هذا راهي ذات روسية، عندي خدمت وحدة في الانجليز، خدمت مع ناس بزاف يعني في خارج الوطن. عندي الدندوره هذه الله يبارك، هي قماشها في الجلوه يعني قطيفه نقولوها كوني شوا. عندنا تفصيلات تاعها راني درتها كيما تاع بكري بالخراطات، وش هي كيما نقولوها دوكا معاد شويه تخلم شويه على يعني الخراطات. انا نقول لك باللي تقريبا انا الوحيده اللي من نخدم في الخدمه هذه، هي الفتله باليد كيما نقولها رشموها من بعد نعاود نديروها بخيوط ذهبي يعني باليد. عندنا اللويز هذا كان بكري ديرو كيما كانت بكري العروسات قسنطينيه الدندورسه تخرجها باللويز. عندنا هذا كيما هذا ستيل شاوي، هذا شاوي موديرن. عندنا كيما درناها ان غوب كيما نقولها شغل صباغي، ها الله يبارك. وتحب تلبسها العروسه بالملحفه تاعها، تحب تلبسها ان غوب. نخدم عندي الطبال الجزائريه، عندي الشاوي، عندي القبائلي، عندي القسنطيني، الوهراني، الكاركو العصيمي، الطبوع الجزائريه كامل نخدمها. هذا الكاركو عصيمي هذا مخدوم بقطيفه الله يبارك قميشوا، خدمه ثقل مام حتى التعمار تاعو يعني بالكريستال. هذا خدمته العروس روسيه، هذا الزوج تاعها كيما نقولوها انفيست محروجه، عقد بها في الاخر في الكاميرا في روسيا. الحق شنو نقول لك، دار سيكسي كبير مام حتى حطوها لي حتى في المجله باسمي. حتى الزوجة تاعو قالت لي لا هو يلبس تقليدي، انا مش تقليدي، انا ثاني حبيت ندير لبسة جزائرية تقليدية. كوني مختصة على بالك في اللباس التقليدي القسنطيني وفي الخياطة الرافعة. هنا ما نسيناش المرأة القسنطينية، كما نقولها المرأة القسنطينية لازمها قندورتها تاع العيد، سيرتو كما نقولها الناس الكبار. الناس الكبار يجوني تقول لي دير لي قديدرة تاعك التام باردة باش نعيد فيها. لا مش ما نقدمش، لازم المهم راني نخدم ثقيل وما عنديش وقت، بصح في العيد نتفكر هاد الناس. وماذا بينا احنا سقطوا صنعتنا هذه نديوها للعالم كامل، علاه ولمالا؟ علاه كاينين اناس كيما نقولوها هي خدمتنا وصنعه صنعتنا ومرهم ينعتوا فيها ينسبوا فيها ليهم. واش نطلب انا من المراه اللي سقطي امي، المراه الجزائريه اللي كاش ما عندها قندوره قديمه سقطو تاع كيما نقولها تاع اللي عندها 90 سنه عندها 100 سنه تحافظ عليها. انا نقولها لكن تقلت عليك باش تخبيها في الخزانه عندك حل، اديها للمتحف. وش انا نتمنى هذه الحرفه وتزوج كما هما احنا حافظوا عليها من قبلنا جدادنا، كما انا كانوا عماتي الله يبارك كانوا في المدينه القديمه، كانوا عندهم الصدار كيخلصوا خدمتهم يحطوا البيابيافات، وحده دير العدس، وحده دير الفتله، وحده دير المجبود. انا نزيد السماعه هذه عليهم، نتمنى من الجيل القادم مهما تكوني قاريه عندك دكتوره ولا عندك، بصح ما تنسيش السماعه هذه، الصنعه في بلاصتها والقريه في بلاصتها. نقول لكم يعني عيدكم مبارك،
وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يسعد علينا ان شاء الله العام الجاي وزيدوا ندخلوا بالجديد بربي ان شاء الله. ونشكر ثاني قناه جزائر ياوان اللي الله يبارك راهي قايمه بالواجب تاعها وراهي كل ما هو تقليدي راهي معاه يعني راهي محافظه يعني ما شاء الله. هذه الصناعه اللي راهم نشوفوا فيها كيما نقولوها صناعه تقليديه من ايادي قسنطينيه محضه. الحاجه كل ما تكون قديمه هي عندها قيمه. اذا ختامها الجديد حبوه والقديم لا تفرط فيه.